ايام قليله ويبدا الدوري المصري الجديد موسم 2016 2017. نزلنا بكاميرا الكره في دريم مع الكابتن خالد الغندور، نتكلم مع الجمهور عن قوه الصفقات للاهلي والزمالك، من سيحسم الدوري الموسم القادم، شايف الاهلي والزمالك ازاي، والموسم الجديد صفقات جديده للاهلي وصفقات جديده للزمالك، مين اقوى؟ لو ان شاء الله الاهلي كويس، والاهلي كويس جدا، الزمالك في لعيبه ولاعيبه حلوين جدا، بس كاداره دلوقتي الزمالك ظهر عشان خاطر الاهلي يعتبر وقع. انا شايف ان الاهلي وقع شويه الفتره اللي فاتت دي. ليه الاهلي وقع؟ لا اداره، اداره لعيبه مش منتظمه دلوقتي، لو ما جه حسام البدري هو ده اللي هيمشيها. فقط مين اقوى السنه دي؟ مين اللي دعم احسن؟ لا تقريبا الاهلي، يعني علي معلول كويس جدا، جميل جدا. في مروان محسن، بس لسه برضه انت عندك مروان محسن ما نزلش كتير. وكام جاي لسه ما اعرفش، ما انا اقدرش احكم عليه دلوقتي، بس انا شايف اكتر صفقه دلوقتي جت في مصر حلوه جدا هو علي معلول. الاهلي كان محتاج صفقات احسن؟ والاهلي والله محتاج اداره، محتاج اداره ويرسى على مدرب فني كويس. انا شايف الدعم احسن الاهلي، بس المشكله صفقات الزمالك اكيد برضو قويه، اكيد برضو هيتنهي نفسه طبعا، نفسه قويه من اول الدوري ماشي، ودي حاجه برضو تساعدنا كجمهور مصر ماشي، وانا بتمنى يعني ان الجماهير ترجع. نتمنى الجماهير ترجع، احنا يا جماعه بقالنا اربع سنين. بتروح ماتشات؟ انا اول مره كنت بديت، مش كتير، بس انا كنت اول مره رحت 2013 لما خدنا الكونفدراليه، كانت مره واحده وبعدها ما رحناش تاني، قبلها كان برده ما كان فيش جمهور. فاحنا كشباب احنا يعني نفسنا نرجع المدرج. يعني اتوقع مين ياخد الدوري؟ انا اتوقع ان شاء الله، يعني ان شاء الله يكون الاهلي. انا شايف ان صفقات النادي الاهلي يعني مش كتيره بس اقوى. نادي الزمالك مش كتيره فعلا، هي مش كتيره بس اقوى. نادي الزمالك دعم بصفقات كتيره، ممكن يكون فيها ناس لعيبه كويسين، وممكن يكون فيها لعيبه يعني ما تخدمش نادي الزمالك، بس هو ان مش شرط ان انا اجيب لعيبه كتير عشان استفاد، لا هو هل احتياجات الفريق تبقى ايه بالظبط، وان شاء الله نشوف الدوري كويس. يعني شايف مين دعم احسن؟ لا هو اللي دعم احسن النادي الاهلي طبعا. الاهلي عمل خمس صفقات حلوين، يعني صفقات الاهلي، صفقات الاهلي كويسه. بس اقوى صفقه الاهلي؟ اقوى علي معلول. والزمالك شايف صفقاته ايه؟ شايف صفقاته ستالي، بس اللعيبه دي لو لعبت بتاعت الزمالك الصفقات الجديده الزمالك هيبقى ليه شكل ثاني. الزمالك طبعا صفقاته اقوى، ويعني احنا نعتبر دعمنا الفريق بفريق جديد، ده غير الناس الكويسه اللي اصلا كانت عندنا زي مصطفى فتحي، ويعني هو الفريق اصلا عرفني وباسم وشيكا. يعني هو الفريق ما كانش ناقص، بس يعني هو تدعيم اقوى. تدعيم يعني الاهلي شايف صفقاته اقل من الزمالك؟ يعني انا شايفها اضعف، اقل بكتير. الاهلي عمل صفقات ثلاثه، جاب اجاي وجاب علي معلول وجاب مروان محسن. هو انا شايف ان الاهلي اصلا بيجيب حتى لما بيجي يعمل صفقات بيزود عدد المهاجمين كتير جدا، واحنا عندنا اكتر من مهاجم، ويعني اللعيبه اللي بيجيبها بيقعد كتير ناس على الدكه، يعني عندك كتير قوي قاعد على الدكه زي جون انطوي ما كانش اللعيبه ما بتلعبش. طب شايف الزمالك عمل صفقات ضعيفه؟ والله هو الزمالك يعتبر جدد فريق كامل. صفقات الزمالك طبعا اقوى، لان الزمالك جاب حوالي 14 صفقه في جميع المراكز. كان في الزمالك في عجز في الظهير الايسر، جبنا اثنين على اعلى مستوى، محمد نصر عاصف علي فتحي طبعا، وعندك محمد كوفي مشي، ستانلي وريكو، وغير ستانلي وغير ريكو في نص الملعب، جمال رجع، وعندك في الدفاع جبنا محمد مجدي لاعب مصر، لاعب ممتاز جدا، وده هيفرق مع زيك منتخب مصر على فكره لو لعب. صفقات الزمالك اقوى من الاهلي؟ بكتير. الاهلي الى حد ما هو يعني في ضاعت منه صفقات كتير احنا محتاجينها، والقايمه زي ما انت عارف ان مارتن يول ضيع يعني اماكن كتير في القايمه كنا محتاجينها، القايمه دلوقتي 29 واحنا محتاجين واحد بس في القايمه، وبيتهيألي مش خلاص يعني هو الكريدت قفل، فهنشوف بقى في الدور الثاني. صفقات الزمالك قويه بقى؟ هو قفل على الاهلي حاجات كتير قوي، يعني احنا كنا محتاجين دفاع، يعني تقريبا خد منا صفقات احنا محتاجينها. الزمالك عمل صفقات كويسه واكتر من الاهلي، بس يا رب يستفيد بيها. انما الاهلي كانت سرقاه السكينه ومدرب مغيب فما عملش حاجه. انا زملكاوي بس برضه يهمني الزمالك اقوى؟ اقوى واكتر، وطالما في تعدديه يبقى في اكيد هيطلع منهم 10، هيطلع منهم 5 كويسين، لكن لما تعاقد مع 2 ممكن يطلع واحد وواحد لا، يبقى انا خسرت. الزمالك يحسم الدوري السنه الجايه ولا لا؟ والله الزمالك يحسم الدوري في حاجه واحده، لو كانت لجنه التحكيم لجنه كويسه.